اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في كلام كتير خلال اليومين اللي فاتوا بخصوص مستر ريني فايلر، وكلام وبيانات كمان مزوره بتطلع عن النادي الاهلي، وعجبني قوي في الحقيقه تعامل النادي الاهلي في الملف ده تحديدا، الشفافيه اللي بيتعامل بيها مع جمهور النادي الاهلي، وان هو واضح في كل الامور. يعني قال لك في الاول ما فيش بيان صدر من الاهلي، وتحركوا طبعا اكيد تابعته على السوشيال ميديا المختلفه، هتلاقي في بيان كده مش منسوب خالص للنادي الاهلي، بيعلنوا فيه رحيل مستر فايلر، وبيعلنوا فيه عن الجهاز ممكن اللي يجي كمان، وحاجات من هذا القبيل يعني. لكن كل دي اجتهادات قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه. القرار في النهايه هيكون عند مين؟ عند النادي الاهلي. النادي الاهلي قال ايه؟ قال ان احنا يوم الخميس يا جماعه هنعلن لكم عن القرار النهائي وموقف مستر ريني فايلر. ايا كانت الامور وايا كان القرار هيكون ايه، مستر ريني فايلر مدير فني حتى هذه اللحظه للنادي الاهلي، عنده مباراه كمان ساعات قليله، والراجل ماشي بشكل كويس الى ان يجد جديد. الجديد هيكون يوم الخميس، يوم 1 اكتوبر الاهلي هيعلن عن موقفه النهائي بخصوص الجهاز الفني الحالي بالنسبه لفريق الاول لكره القدم. إذن يجب على كل جماهير النادي الاهلي ان لا تلتفت اطلاقا لكل هذه الاجتهادات الطبيعيه جدا وحق مشروع لكل الصحفيين وكل الاعلاميين، ده امر طبيعي جدا، لكن ما نلتفتش لكل هذه الامور غير لما يطلع قرار رسمي. قرار رسمي هيكون من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي او من خلال القناه الرسميه للنادي الاهلي، وهيقولوا لكم على كل حاجه. وزي ما بقول لحضراتكم شفافيه من خلال القصة دي واضحة جدا من قبل النادي الأهلي مع جمهوره ومع جمهور الكرة المصرية بشكل عام. في كل الأحوال نتمنى كل التوفيق، سواء استمر مستر ريني فايلر أو لم يستمر، وهننتظر القرار يوم الخميس بإذن الله تعالى.